مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج تشانل. بتمنى تكونوا كلكم بألف خير وصحة. بلشنا بالشوب وبلشنا إنه بدنا نبعد عن الحرارة وبدنا نبعد عن الفرن، بس عم بيطلع عبالنا الحلو، شو بدنا نعمل؟ نشتري خالص؟ أكيد لا، هالوصفة هي الحل. هالوصفة ما بدها غاز، ما بدها حرارة، ما بدها فرن، مجرد نخلط المكونات وبتطلع معنا بسكوي أو شوكولا من دون فرن من دون غاز. النتيجة طعمة رائعة جدا، والشكل رح يبهر كل الموجودين، وكل اللي رح يدوقه رح ينعجب بهالطعمة الطيبة، وهي ما في أسهل من هيك. رح تشوفوا كيف ثلاث مكونات تطلع معنا هالوصفة. بحاجة أول شيء للبسكوي، هو الأساس. أنا اخترت هالبسكوي هيدا 370 جرام، فيه الكاكاو بقلبه. فيكن تختاروا البسكوي السادة الأبيض، بس ساعتها بدنا نوضع فيه الكاكاو. هلأ بنحكي بعد شوي عن أكتر تفاصيل. وبدنا كوب ونص من الحليب، وبدنا نص كوب أو ثلاثة أرباع الكوب من المكسرات. حيالله نوع مكسرات أنتو بتحبوه، أنا اخترت البندق، فيكن تختاروا الفستق، كاجو، حيالله شي موجود عندكم بتحبوه تستعملوا. نوع هالبسكوي كتير كتير قليل السكر فيه، يعني منحسه حتى انه بلا سكر بالمرة، عشان هيك رح حط شوية سكر بالمكون لحتى يطلع فيه شوية حلاوة بالوصفة. في حال استعملتوا بسكوي فيه سكر، يعني دوقوا البسكوي اللي رح تستعملوا، اذا لقيته حلو نستغني عن السكر. بداية بدنا نطحن المكسرات حتى ينعموا كتير منيح. نوضع كل كمية البسكوي فوقهم. مكنة عندي كبيرة بتساعهم كلهم. هيدي هي كل الكمية، رح أطحنهم حتى يصيروا مزيج ناعم. بتأكد إنه كل البسكوين طحن كتير منيح. فإذا لأنه البسكوي طعمته كتير كتير خفيفة بالسكر، رح أوضع ملعقتين كبار من السكر وحركهم كتير منيح حتى يدوبوا. إذا البسكوي يلي رح تستعملوه كتير طعمته حلوة، استغنوا عن السكر، ما تحطوا سكر بالحليب. يعني هون الطعمة أنتوا بتتحكموا فيها مثل ما أنتوا بتحبوا. بتحبوا الحلو أكتر منزيد سكر، ما بتحبوا ما منزيد. هيدا الشي على الذوق، ما رح يأثر أبدا على الوصفة. وضعت مزيج البسكوي مع البندق بقلب الجاد، ورح نزل الحليب شوي شوي ومنحركن. بدنا نحصل على عجينة، يعني بدي أضلني أوضع الحليب حتى أحصل على عجينة متماسكة نقدر نشكل منها كريات. وأكيد حتى نحصل على عجينة لازم نعجن بإيدنا. الملعقة ما رح تفيدنا أبدا وما رح تخلينا نحس كيف صارت معنا هالعجينة. عم بوضع الحليب شوي شوي وبعجن لحتى أوصل لعجينة متماسكة طرية نقدر نشكلها كريات. عم جرب وشوف إذا صارت متماسكة على بعضها، بس حسيت بدها بعد لكمل على الكوب ونص. هيدي هي آخر كمية كوب ونص من الحليب. بثواني رح تلاقوا هالبسكوي هيدا شرب كل كمية الحليب، صارت العجينة طرية أكتر وصارت فيها لمعية أكتر. فإذا أخدتهم كلهم بكل سهولة للكوب ونص من الحليب. هيك لازم تكون العجينة بهالملمس هيدا، مثل ما ملاحظين طرية. عم فرجيكم شكل العجين لتتأكدوا ملمس العجينة كيف لازم تكون معكم. في حال استعملتوا يمكن غير نوع بسكوي، يمكن ياخد أكتر شوي حليب أقل شوي، ما بعرف. يعني نوع البسكوي أكيد بيختلف من نوع لنوع، فهيك لازم تطلع معكم العجينة بهالملمس هيدا. بدي اياهم يطلعوا نفس الحجم، عشان هيك عم شوف هالسكوب هيدي إذا حجمها مناسبني. شلتها للقطعة وعم كورها. لما نكورهم بدنا نشد عليهم ونرصهم كتير منيح. لقيت انه هيدا الحجم كتير مناسب، فرح شيلهم كلهم بهالسكوب هيدي وارجع كورهم مرة واحدة.
أكيد فيكن تعملوا الحجم يلي بناسبكن، أكبر أصغر مثل ما بتحبوا. مثل ما ملاحظين العجينة كتير ناجحة، ماسكة كتير منيح على بعضها، بتحسوها راسة كتير منيح على بعضها. هيدي هي كل الكمية وعم شكلهم كريات. هيدي آخر حبة وهيدا شكل الكريات بسكوي أو شوكولا. شوفوا هلا معي شو حلوة، فينا نوقف هون ونقدمهم بهالشكل هيدا لأنه هيك شكلهم كتير حلو. أنا صراحة بقدمهم هيك بس للديكور وللزينة، رح أغلفهم بالشوكولا كمان. أكيد الشوكولا رح تعطيها نكهة يعني زايدة من الطيابة لهال بسكوي أو شوكولا. إذا حبيتوا الوصفة لحد هون ما تنسوني باللايك والاشتراك، بشكركن كتير. رح غلفهم بالشوكولا الأبيض والشوكولا الأسود. استعملت شوي من الشوكولا الأبيض، بدوبهم بالمايكروويف. كمان الكمية بتختلف، بس أول مرة بنوضعهم بالمايكروويف بنوضعهم لـ30 ثانية، منشيلهم منحركهم. إذا ما دابوا بنوضعهم 10 ثواني، منشيلهم منحركهم. إذا ما دابوا بنوضعهم 5 ثواني، وهكذا لحتى يدوبوا معنا كتير منيح. ما منضلنا نوضعهم 30 ثانية 30 ثانية لأنه بيحترق معنا الشوكولا. بدنا ننتبه كتير منيح لهالخطوة حتى ما نحرق الشوكولا. هون داب معنا الشوكولا الأبيض، رح أرجع هلأ دوب الشوكولا الأسود. كمان استعملت شوكولا نوار 70% كاكاو. فيكن تستعملوا شوكولا فيه سكر، كمان هيدا بيزيد طعمة الحلاوة لهالوصفة. هيدي بتتحكموا بهالغلاف مثل ما انتو بتحبوا، يعني بدكن شوكولا حلو، شوكولا مع الحليب، حيالا نوع شوكولا انتو موجود عندكن وبتفضلوا تستعملوا. هيدا الشوكولا الأسود وضعته 30 ثانية داب شوي، بدي أرجع أوضعهن 10 ثواني مثل ما حكينا حتى يدوب معي كتير منيح الشوكولا. بس ما يدوب الشوكولا بوضع الكريات وبغلفهم كتير منيح. منشيل حبة الشوكولا بنوضعها على شبك على صحن مثل ما بتحبوا. رح اشتغلهم كلهم، رح غلف كمان الشوكولا الأبيض، بس أنا كترت أكتر شوكولا نوار لأنه الأسود مرغوب أكتر من الشوكولا الأبيض، فهيك كم حبة بس شوكولا أبيض ما كتير. ورح تشوفوا النتيجة هلأ شوي صغيرة. حطيت شوية خطوط من الشوكولا الأسود على الشوكولا الأبيض لأنه حسيته هيك باهت شوي كلون، هيك حسيت أجمل. ورشيت شوية جوز الهند على بعض من الحبات، وحطيت عندي ألوان ذهبي وعندي لون أحمر، شكلتهم بهالشكل هيدا. يعني مثل ما هي وصفة سريعة، تزيين سريع، وأجمل شيء بشغل الإيد بالتزيين إنه كل حبة بتطلع غير عن التانية، وهيدا شيء مميز جداً إنه مبين شغل بيت. رح نترك الشوكولا ليجمد وبنقلن على صحن التقديم. وهيدي النتيجة النهائية للبسكوي أو شوكولا من دون فرن، من دون غاز، من دون أي توليع نار. 3 مكونات خلطنيهم ببعضهم، جربوها أكيد ولادكن رح يحبوها، ضيوفكن رح يحبوها ويسألوكن كيف اشتغلتوا هالوصفة. بدنا المكونات، وهيدا سر بيني وبينكن، ما تخبروا حدا إنه هالوصفة كتير سهلة. وانتو إذا حبيتوها ما تنسوني باللايك شير والسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكن كل جديدة. بشكركن من كل قلبي على دعمكن، كل كلمة عم تكتبوا لي إياها بتفرحني من كل قلبي، بدي أتمنى لكم كل التوفيق. وهلأ رح دوق شقفة وخبركن عن الطعمة المميزة جدا. شوفوا قلبها كيف هو من جوا، يعني يلي رح يأكل منها بده يحتار شو هالشي
ما رح يعرفوا شو هالشي. كتير طيبة، ما فيكن توقفوا تاكلوا منه، رائعة جدا، نكهة مميزة، شكل رائع. وصفتي لليوم خلصت، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. بدي أشكركن كتير على المتابعة، وبشوفكن بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.